بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في الصحاح، التمرين الثاني من الامتحان الوطني الموحد دور العادية سنة 2012. إذن السؤال الأول هو هذا التمرين حول الأعداد العقدية، حل في مجموعة الأعداد العقدية في سي المعادلة. دونك هذا هو السؤال المطروح، نحل في سي المعادلة، سي مجموعة الأعداد العقدية، زاد وسي 2 ناقص 12 زد زائد 61 تساوي صفر، زائد 61 تساوي صفر. إذا باش كنحلو هاد النوع ديال المعادلات كنحسبو أولا دلتا. راه دلتا اش كيساوي؟ كيساوي بي أو سي 2 يعني ناقص 12 كل سي 2 ناقص 4 في أ في سي تساوي ناقص 12 أو سي 2 هي 144 ناقص 4 في 1 61 دونك 64 244 إذن تساوي ناقص 100. أو ناقص 100 خصني نكتبها على شكل شي حاجة وسي 2، وسي 2 باش نعرف الجدول نتاع هاد العدد السالب. أو لدينا نكتبها هنا، أو ناقص 100 هي ناقص 1، هي ناقص 1 في 100 ياك، و 100 هي 10 وسي 2 ولا انت بلاتي علينا، ناقص 1 في 100 تساوي ناقص 1 هي اي اس 2 و 100 هي 10 اس 2 يعني يساوي 10 اي الكل اس 2. اذا دلتا كتساوي 10 اي الكل اس 2. اذا حلي المعادله هما شكون هما؟ زد 1 كيساوي ناقص بي ناقص ناقص 12 هي 12 ناقص جدر دلتا اللي هو 10 اي على 2 في ا في 1 يعني 2 تساوي 6 ناقص 5 اي هو زد 1 زد 2 يساوي ناقص ب يعني 12 زائد 10 اي على 2 اللي هو زد بار زد 1 بار تساوي 6 زائد 5 اي. اذا اس 6 ناقص 5 اي و 6 زائد 5 اي دونك هذا هو الحل ديال المعادلة. نكتبهم هنا ربما نحتاجهم في الوسخ، دائما قلنا الوسخ اللي من هنا حدانا ماشي في ورقة الجواب، لا الوسخ بوحدو توصلو تبقى تقسم ورقة نتاع التحرير تبقى ديرنا، لا ورقة ديال الوسخ راه بوحدة كيعتبر كبير، انا عندي صبورة وحدة ما عنديش جوج. دونك 6 ناقص 5 اي 6 زائد 5 اي صحيح. دونك هادو هما الحلول اللي احتاجنا هما نلقاوهم صحيح. دونك السؤال الأول سأليناه، السؤال الثاني، إذا السؤال الثاني في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامل منظم أو واحد أو جوج، نعتبر النقاط أ عندها لحقوها أ، بي لحقوها بي، سي لحقوها سي، بحيث أنا في الوسخ نوضح لك أ و بي و سي نوضحهم مزيان في الوسخ باش يبانو لي مزيان. دونك السؤال ألف نحسو، قالك هو السؤال قالك احسب ا ناقص سي على بي ناقص سي ثم استنتج عندنا، حنا نقولو نحسب ثم نستنتج، واضح؟ دونك انا وجدت السؤال باش نعرف الوقت. اذا لدينا اولا نحسب هادي ا ناقص سي على بي ناقص سي، وديك الورقة ديال الوسخ نهزها حدايا ونشوف ا شنو هي ا، باش مبقاش نقلب عليها. 6 ناقص 5 اي ناقص سي هي 2 زائد اي على بي هي 4 ناقص 2 اي ناقص 2 زائد اي تساوي 6 ناقص 2 هي 4 ثم ناقص 5 اي ناقص اي هي ناقص 6 اي على 4 ناقص 2 هي 2 ناقص 2 اي ناقص اي هي ناقص 3 اي. نعملو الفوق ب 2 تبقى لنا 2 ناقص 3 اي على 2 ناقص 3 اي، نختزلو ب 2 ناقص 3 اي تبقى 2 كينتمي لار زائد نجمع مزيان. وشنو قلنا بالنسبة ملي كنلقى واحد العدد العقدي كينتمي لار زائد، شوف ها هو المستوى العقدي، نعين نقطة ام الا وعندها عندها الموديل نتاع اللحق ديالها الزاد، الموديل نتاع الزاد هو هاد المسافة، والارغيمون نتاع الزاد هي هاد اي عدد عقدي عندو الارغيمون ديالو هو هاد الزاوية متفقين. و الا كان عندنا واحد العدد العقدي هنا
في هذه الحالة كيكون عدد حقيقي، لأن الجزء التخيلي ما عندوش جزء تخيلي هو بي، والجزء الصحيح الحقيقي هو ا. إذا كان عندنا واحد العدد هنا ما كيكونش عنده جزء، إذا كان في هذا المستقيم شي عدد ما كيكونش عنده جزء تخيلي. إذا كان هذا العدد موجب حقيقي موجب فقط، ألوغ لارجيمون تاعو هي صفر، لأن الزاوية المقتطعة تقول لي صفر. إذا كان هذا العدد هنا حقيقي وسالب، غتكون الزاوية هي بي. إذا كان عدد تخيلي صرف المعامل تاعو موجب، يكون بي على جوج. إذا كان تخيلي صرف المعامل تاعو سالب، غتكون ناقص بي على جوج. دونك هي ناقص بي على جوج متفقين. إذا شنو عندنا هنا؟ عندنا جوج عدد حقيقي موجب، زوج عدد حقيقي موجب يعني هنا. إذا غادي تكون زيرو، الزاوية زيرو متفقين. دونك هذه هي مرحبا. دونك حسبنا دابا ثم استنتج انا او بغسين وقد مستقيمين. اذا من خلال التحليل اللي درناه نقدر نستنتجو ان هاد النقط مستقيمية. دونك باش نعرفو انها مستقيمية خصني نحسب شي زاوية بي سي بي القاها بي ولا صفر باش يكونو مستقيمية، او لا الى غير ذلك، او لا مباشرة نقدر نستنتج، لان مادام عندي هذا قريتو خاصية في الكتاب ان اذا كان عندنا سي ا ناقص سي على بي ناقص سي عدد حقيقي موجب، فإن النقاط أو بي وسي مستقيمية، أو المتجهتين سي أ سي بي مستقيمتين، وبالتالي فإن النقاط مستقيمية لأن لهما نقطتين مشتركتين متفقين. ألوغ حنا مغاديش نخدمو كاع بهاد الشيء، غادي نخدمو بحال اللي معارفينش هاد الخاصية هادي. هو لدينا نحسبو الزاوية سي بي سي أ، القياس ديال هاد الزاوية هو لارجيمون نتاع سي ناقص عفوا ا ناقص سي على بي ناقص سي بترديد دو بي يساوي لارجيمون تاع شنو هذا هو زوج ترديد دو بي. اذا يساوي لارجيمون تاع زوج، زوج عدد حقيقي يعني هو صفر ترديد دو بي. اذا اذا كان عندنا الزاويه بيناتهم هي صفر، راه سي و بي و ا نقاط مستقيمية. إذا سي و بي و ا نقاط مستقيمية. إذا نسجلو هادشي هنا، لقينا بأن ا ناقص سي على بي ناقص سي كيساوي جوج، دونك ا و بي و سي مستقيمية. نسعو دابا هادشي هدا. إذن زوج باء نعتبر الإزاحة تي إي حيث لحق إي هو واحد زائد خمسة إي، نبين أن لحق دي صورة سي بالإزاحة تي هو فلور. هنايا في المعطيات راه قالك ودي نعتبر إزاحة تي متجهتها إي حيث لحق إي هو، دونك داكشي طولو أنا غنكتب لك أنا غير الملخصين. والسؤال الجواب تاعنا نبين أن لحق دي هو إلى غير ذلك. دونك لدينا تي دو سي تي او تساوي تي، شنو المعنى ديالها؟ نديرو حنا ما عارفين والو، يعني كتعني ان سي تي تساوي او، كتعني ان سي تي تساوي او متجه، يعني زد دي ناقص زد سي تساوي زد او اللي هو واحد زائد خمسة اي. اللحق نتاع دي ناقص اللحق نتاع سي تساوي واحد زائد خمسة اي، يعني وهذا هو دي ناقص ولا ديريكتون نكتبو دي ناقص سي تساوي، يعني دي لحق دي اللي غنقلبو عليه كيساوي لنا سي زائد واحد زائد خمسة اي، يعني دي كيساوي سي شنو هي سي زوج زائد اي زائد واحد زائد خمسة اي، يعني يساوي زوج زائد واحد هي ثلاثة زائد ستة اي. دونك هذه هي اللي مطلوبة صحيح. وجاوبنا على السؤال زوج باء. اذا سجلنا النتيجه تاع السؤال السابق وكتبنا السؤال جيم. سؤال جيم يبين ان دي ناقص على بي ناقص سي تساوي ناقص واحد زائد اي، وان ثلاثة بي على اربعه مدير العدد العقدي مزيان. اذا من خلال هذا السؤال المباشر يعني بسهوله نقدر نجاوب عليه، وهذا المعنى ديالو انه خصنا نكتبوا هذا العدد كتابه مثلثيه ثم نحددو الزاوية أو العمدة ديال العدد العقدي مزيان. إذا لدينا
هنا غنكتبوا هذا كتابة جبرية، كل ما تنقدر غير السؤال يقول اكتب هذا العدد كتابة جبرية ثم كتابة مثلثية، يقدر يغير لك السؤال واستنتج أن هذا العدد عمدة لي ممكن السؤال يقدر يكون بطريقة أخرى. مزيان، إذا دي ناقص سي على بي ناقص سي كتساوي دي، كلشي حدايا في الوسخ، ثلاثة ما نقلبش في ورقة، ثلاثة زائد ستة، إذاك الورقة ديال الوسخ كتكون أنفصلين، ناقص سي واش عندها؟ هدايا جوج زايدي على بي شنو عندها؟ أربعة ناقص جوج إي ناقص زوج زائد إي، دايما البريون كتب داكشي مرتب حسب الأسئلة باش مبقاش تدور عليه فينا هو، تساوي ثلاثة ناقص زوج هي واحد، ستة إي ناقص إي هي خمسة إي، أربعة ناقص زوج هي زوج، ناقص زوج إي ناقص إي ناقص ثلاثة إي، إذا باش نكتبو كتابة جبرية نضربو في المرافق ديال المقام، يعني تولي لنا واحد زائد خمسة إي في المرافق ديال هذا هو زوج زائد ثلاثة إي على واحد عفوا زوج ناقص ثلاثة إي في زوج زائد ثلاثة إي، إذا تساوي نشرو دابا واحد في زوج زوج، واحد في ثلاثة إي زائد ثلاثة إي، خمسة إي في زوج هي زائد عشرة إي، خمسة إي في ثلاثة إي خمسة في ثلاثة خمسطاش، وإي في إي هي ناقص واحد. إف إي هي ستة وتمانين ناقص واحد في خمسطاش هي ناقص خمسطاش، على هنا أ أو سي تنان اللي هي المهم زوج أو سي تنان ناقص بي أو سي تنان اللي هي ثلاثة إي الكل أو سي تنان تساوي هنا زوج ناقص خمسطاش هي ناقص تلطاش، ثلاثة إي زائد عشرة هي تلطاش إي لا ناقص هنا شنو هنا ربعة هنايا تسعة في أو سي تنان ناقص تسعة ما ناقص تولي زائد تسعة، ربعة زائد تسعة هي تلطاش ولا أنت نوضح ربعة زائد تسعة تساوي هنا نعملو بتلطاش باش نتبقى سبعة على تلطاش نمشيو على تلاتين تبقى أنا ناقص واحد زائد إي وهنايا تلطاش نختزل تلطاش مع تلطاش تبقى أنا ناقص واحد زائد إي، هو الشطر الأول من السؤال جاوبنا عليه، و دابا الشطر الثاني كيفاش نلقاو العمدة ممكن نكتبو كتابة مثلثية ناقص واحد زائد إي تساوي كيفاش كندير نكتب هذا يعني كتاب مثلثية، أولا كنحسبو الموديلو هي هو لدينا موديلو بلاتي علينا الموديلو نتاع ناقص واحد زائد دابا الهدف ديالي هو نكتبو كتابة مثلثية شنو هو جذر مربع ناقص واحد أوس اثنان زائد واحد في إي يعني واحد أوس اثنان تساوي جذر مربع زوج، يعني إلا كان إلا لقيت الموديلو هو جذر مربع جوج هو المعيار على نعم كنديرو ناقص واحد زائد إي كيساوي كنعملو بهاد المعيار جذر جوج، فاش هنا ناقص واحد على جذر جوج زائد واحد على جذر جوج إي غير هاد جذر جوج ضربت فيها قسمت عليها صافي هادشي لي درت يساوي جذر جوج، فاش ناقص هادي هي ناقص جذر جوج على جوج إلا ضربنا في جذر جوج حيدنا الجذر من المقام كذلك نضربو في جذر جوج نعيدو جذر من المقام جذر جوج واحد جذر هي جذر جوج جذر جوج جذر جوج هي جوج ألوغ شكون هي الزاوية اللي الكوسينيس نتاعها هو ناقص جذر جوج على جوج والسينيس نتاعها هو جذر جوج على جوج، شوف ما تحفظ ما والو تجيب الدائرة عقلتها غير على بي على ربعة هي اللي عندها جذر جوج جذر جوج، شكون اللي عندها جذر جوج على جوج جذر جوج على جوج هي بي على ربعة عقل عليها مزيان كتمشي عند الدائرة على هكا كدير بي على ربعة هادي هي بي على ربعة شنو عندها عندها جذر جوج على جوج وجذر جوج على جوج، ولكن حنا شنو عندنا الكوسينيس سالب يعني من هنا يعني ناقص جذر جوج على جوج مقابل هذا هذا ندير مقابل هذا والسينيس جذر جوج عليه بقايا هنا، إذا شكون هي الزاوية اللي عندها الكوسينيس سالب والسينيس الموجب هي هادي، وإلا كان بي على ربعة تكون واحد بي على ربعة جوج بي على ربعة ثلاثة بي على ربعة متفقين واضح، إذا غنقولو ولدينا ولدينا ولا تساوي ديريكتومو تساوي ديريكتومو تساوي جذر جوج في كوسينيس هذه هي ثلاثة بي على زائد إي سينيس ثلاثة بي على ربعة ونوضحلو لأن لأن كوس ثلاثة بي على ربعة تساوي ناقص جذر جوج على جوج
وسين ثلاثة فعل أربعة تساوي جوج جوج علاش صحيح؟ يعني ماشي غادي نبقى نقولو ودي هادي سهلة، حنا كنعرفو غير الموجبات الدائرة تخرج منها اللي بغيت مزيان. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ دابا مزال مجاوبناش، هو أن عمدة إذا ثلاثة فعل أربعة عمدة ديريكت سمو ولا نكتبو أرغيمون نتاع ناقص إي أو ناقص واحد زائد إي كيساوي أرغيمون أو لا كيساوي ثلاثة فعل أربعة تردي دو بي أي ثلاثة فعل أربعة عمدة صحيح دونك ثلاثة فعل أربعة لي شنو بعدا خصنا دي ناقص سي على بي ناقص سي صحيح تساوي ناقص واحد زائد إن نكتبها هنا صحيح. من السؤال الأخير استنتج قياسا للزاوية الموجية سي بي سي دي، القياس سي بي سي دي ملي كنهضر على القياس كنديرو بحال هكا القياس نتاعها كتكون الزاوية كنديرو بحال هكا شابو ولكن القياس كنديرو بحال هكا شنو هو هذا هو لارغيمو نتاع اش نتاع دي ناقص سي على بي ناقص سي عقل عليها كيفاش كدير لها باش تحاول باش تعقل عليها دي ناقص سي بي ناقص سي الوغ بترديد دو بي يساوي شنو هو لارغيمو ديال هذا هذا ديجا حيت كتبنا كتاب مو ثلاثة وديجا عرفنا أن ثلاثة فعل أربعة قياس لها ثلاثة فعل أربعة أو عفوا عمدة ثلاثة فعل أربعة بترديد دو بي إذا ثلاثة فعل أربعة هو قياس للزاوية الموجهة سي بي سي دي عفوا الزاوية ملي كنقول الزاوية كنديرو بحال هكا شحال